مو كلها يابا المسبح. انا بقول سيبك من الابعاد ونركز على اللي تحت. في واحد تحتي هون مبدئيا. اخ يا عمري طخ، اخ يا عمري طخ مجنون يا عمري. طب تعال تعال، كيف بدك تطلع فوق؟ ولا بدي اطلع، استنى في عندي خطه 7 8 9. ثمانية كفرني كفرني، بدي اعمل حالي ميت. شيل شيل يا بابا، يلا بالعالم. هاي الزون 40 لاعب بهاي الزون. يا ابو 40 لاعب بالزون، انتبه على طلقك، معيش طلق. معك نيت؟ طيب معك نيت؟ نعم. وين نطيت؟ تحت تحت. في سيدينك يا منور، تمي نقطة. اطلع والله مناو، خلنا نشيلهم. استنى استنى يا طلع دمي، طلع دمي والله. يا زلمة اطلع، وين اخرها؟ هي اخر واحد بده يهرب. يابا تعال ساعدني. ساعدك وين؟ انا عارف وين الفايت اصلا. علاوي حبيب قلبي ابو التركي، اخبارك؟ خلص اسمع اسمع، تعال تعال تعال، عندي خطه شريره ما اتوقع حتفكر فيها من قبل. تعال انا وهي، انا وهي شو اسمه، تعال فهمني اذا ما هسه بقول لك على الطريق. يا ابو والله العظيم اللعب معك مرهق، ولا فاهم اشي يا ابني. ايه تعال 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 ارد بسرعة، تعال 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 تعال. استنى في تيم بوتات هون بدون تعليم. انزل ارجع ارجع ارجع. جيني باي الزون يابا لاخر لحظة، اوعى تشيل حتى لو بس. صوت صوت، كمل كمل كمل، راح يفوت مش عارف وينه. في واحد ثاني. يابا لازم نشلف. واحد من برا. صوت. واحد. الزون بس بدي هيل. بس اعطيني مجال هيل. طب بسرعة. طيب 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 عندي. ايه اركب اركب اركب. دقيقة متزوان بتلوي تبوت، شو بدك بيه؟ تعال 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 روح لوي تبوت، دخيل الله بوتن. ايه بوت يا ربي، ولك بدي بس اتناول اي اشي. يا واحد تحتينا شايفه؟ الدراجة هي يابا. لا واحد هي. ها والله هي. هي. خلي خلي. وين واحد وين مكان؟ ثاني هيو. يا دين. ورا السيارة. المهم ندخل زون، المهم ندخل زون. كل عامل. في ناس قدامنا، شايف؟ وين؟ هون. اه شفتهم بقي. واحد. تعال نخلص عليه. ما هو بلاش خلص علينا بالنزلة تبعتك.
كمبر. لا 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 روح امك لا يا حرام. تعال جي خلص طلق يا زلمه. انت شو قصه طلقك؟ استنى استنى ما بدي اشيله ما بدي اشيله. مع الواحد شو بيسوي؟ طلع بيرمي يسوي هيك الله بيطلع لك اياه بيجي لعنا سوي له سير بريز. الله العظيم انك حيوان. ف ايش الصوت هذا؟ لا لا هناك الطيارة. سن. واخيرا سكوب 8 انشقت عيني وانا بطلع سكوب 6 يعني في سكوب 6. لا مش الانفور مش هذا مش هذا مش هذا ثواني هسه شو بدي اخلي عبود كلون في السيفون. ابو الكلون يلا يلا اركب رد علي اسمع والله ما انت محتاج هاللوت طالما انا معك ف محتاج 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 بس سكوب 6 سكوب 6 اللي على الارض بس يلا يا زلمه هذا هو هذا هو يلا روح يلا خلاص يلا. ام حياتي ام حياتي اركب يا عبود لا تتمنى علي اركب دي اون دي دي اون دي شو دي اون دي هاي اغنية هاي بس مش بدون ترجمة يا رب عبود ما يبعد الجيم ترى الجيم حلو والله ضايل 8 وتزون صغيرة كأنه تعرف يابا اقول لك عصير خطير مدى عبود بده يبعد الجيم مش عارف كيف بوم بوم كم طلقة بالاي امار تنتين خذهن دي جوندي دي جوندي وين العالم يا جماعة وينكو اين العالم اين انتم لا اله الا الله افتح لي باقة نوب افتح لي باقة ولا ليش تفتح لي باقة انا بفتح لي هذه ها ابلع انت شو بتسوي قاعد لي هون بعده بقى لاخر الجيم عايش هذا التركي واقف لي على سطح البيت هون وحاط لك سكين فيكتور من العالم يا زلمه يلا يا جايز جايز لهلحوا كم واحد ضل كم واحد ضل تاس خمسة ايزي ايزي الجيم الجيم بالجيب الصغيره طلع يا زلمه انا هاي شغله الانفاق انا ما صدقت اخلص من سبايدر مان تبعت عبود هاي بس يشلف من مكان لمكان راحوا شالوا السبايدر مان حطوا لنا الانفاق يا اخي يا اخي اسمع هاي واحد قدامي واحد بالبيت كمان شو هذا دقيقه والله لشيله انا ولا هذا الو تعرف وين شو بتسوي احا تايخ احا بوت هذا عبود واحد الله اقسم بالله بوت انا ما بعرف استغفر الله العظيم بديش احلف بس لا هي لبس بوت والله لا بحياة امك بعد كل هالجلد وين الناس راحوا دخيل الله كنا راح نموت موت شنعة يا الله شكلنا راح نموت موت شنعة عندي فكرة شو رايك ننتحر انا بقول هيك تعال تعال يابا انتحار امجد وعبود نموت بسلام الجيم كنبير حبايب القلب طبعا بدنا نشرح لكم قبل ما ننهي المقطع عن الموقع تبعنا الموقع كالاتي يلا روح دوري هاي المره المقطع الماضي انت كنت هاي المره دوري اوكي يلا روح اختصار سريع للموضوع شباب فتحنا موقع لعبود بضم كل فيديوهاته وكل قنواته وكل شيء يتعلق بحياته تمام رابط الموقع راح تلاقوه بالتعليق المثبت هاي اول شيء ثاني شيء عملنا مسابقه على الموقع راح يتم توزيع 4000 شده يوميا على فائز واحد من ضمن التعليقات يعني تدخل على اي قسم عشوائي احنا راح يعني زي هون اطلعوا شو الشروط بسوبك بس متابعه اول شيء بعد متابعه بعديها بفوت مثلا اي لعبه انت بدك اياها بلالين اي لعبه ليفل ديفل اي كبست هاي اي منشور مو شرط لعبه اي منشور اللي هو اللي هو خليني عشان ابسطها يابا عشان موقع ممكن يكون بالنسبه لهم يعني معقد شوي بتفوت على ليفل ديفل مثلا بتنزل تحت اخر شيء هيك بتنزل بالتلفون هاي شايفين بتكتب الاي دي اسمك والاي دي تبعك زي ما انا كاتب المره الماضيه
شايف هي في كثير ناس اخوان برضو حاطين الاي دي تبعهم. شايفين اهم طلع؟ نقطة قبل الاي دي واسمك باللعبة قبلهم، اعمل اشتراك في الموقع، والله اهم كثير، اشي. والله كثير ناس حاطين يابا. قولي لازم نبلش صحوبات باسرع وقت. شباب هالكم يوم خلص هو تعليق وهيك راح يظل. في ناس من اسبوع معلقين يا اخوان، شايفين؟ اوكي يا حبيب القلب، هاي شروط بسيطة، تسوي متابعة للموقع وتكتب اسمك باللعبة والاي دي تبعك. قلوب لكم جميعا حبيب القلب، سلام عليكم، باي باي. السلام عليكم.